طبعا هو في كلام مكتوب، بس انا بفضل اتكلم بقى ايه من قلبي، لان الحقيقه يعني معالي الوزير والمهندس هشام يعني شجعونا وخلونا نحس ان احنا موجودين هنا في المجتمع، ان احنا بنعمل انجازات العالم كله بيتفرج عليها. احنا يعني انا فخوره بالابطال اللي موجودين، بس عايز اقول لكم ان انا عندي في اللجنه البارالمبيه قد الابطال دول، عندي حوالي يمكن عندنا كم عضو ابطال يا اعضاء مجلس الاداره، عندنا حوالي يمكن فوق عن 80 ابطال من ابطال اللجنه البارالمبيه. طبعا احنا اختيار الابطال دول ما جانش من الفراغ، احنا بنبقى في دايما تعاون مع المديرين الفنيين، المدير الفني بيرشح لي الابطال. احنا بعد ما رجعنا من ريو احنا بنحط سياسه ان احنا نشتغل على 2024 باريس، وان شاء الله 2028 امريكا. طبعا انا مش بقول ان شاء الله ان احنا مش هنكون موجودين، بس احنا بنحط السياسه اللي المفروض اللي هي تتكمل. ليه؟ عشان يبقى البطل اللي داخل عندي علشان يمارس يبقى عارف ان هو هيبقى بطل في الدورات اللي جايه، فده يديله حاجه. اما بقى بالنسبه للشراكه مع شركه بي بي، فطبعا انا بشكرهم جدا،